السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعملكم وصفة جديدة بالقناة، هي الفطر مع البطاطا. بدي أحوز فطر، عندي هون كيلو فطر حبات صغيرة، بغسله كتير بعناية وما بحطه بغمره، يعني إنه بحط العلب فوق بعضها. هي بتيجي علبة، كل علبة 250 جرام، فأنا ما بحط العلب كلها فوق بعضها ويغب مي، هو مثل السفنج بغب مي. أنا بحط علبة علبة وبنظفهم لأنه عليهم تراب كتير بكونوا طين، بحاول نظف تفاصيله كلها اتفقدها مشان ما يكون عليه اي شيء. والقطعة اذا كانت كتير كبيرة بقصها بالنص. هلأ بفرجيكم ان شاء الله كيف. عندي كمان كيلو بطاطا رح اقطعه مكعبات، عندي بصلي وعندي 5 بنايات ثوم، وعندي بودرة خضار مجففة وفليفلة مجروشي وفليفلة ناعمة حمراء وكزبرة ناشفة وزيت زيتون، وعندي فلفل اسود. هاي مقادير وصفتنا لليوم ان شاء الله. هلا بنفرجيكم التطبيق مع بعض. هلا حطيت الزيت والبصله، رح اقلبهم ببعضهم ليحمى الزيت كتير منيح، بدي يكون الزيت ساخن حتى نزل حبات الفطر. اول شيء بنزل حبات الفطر لانه انا ما بدي طالع مي، انا بدي اطبخها هيك تنشف معي. تمام، شوفوا كيف حبات البطاطا قطعتهم. البطاطا بتاكل سوا اكثر من الفطر، والفطر الحبة شوي زيادة كبيرة قطعتها للبصل. انا بدي اياهم حبات فطر يعني كثير بيطلع طيب هيك كثير لدرجة. هلا رح بلش مع البصلة، بتاخذ لون رح اهرس الثوم. هلا بنزل الثوم كمان فوق البصلة، خلي سنايتين بالنهاية. هلا رح بلش نزل البطاطا، نزل شوي شوي. نزلت البطاطا كلها يعتبر اني عم بطور بايد وعم بشتغل بالايد الثانية، فالموضوع شوي صعب علي. هلا نزلت البطاطا، الحلو بالبطاطا انها ما بتنزل مي. هلا بلش نزل حبات الفطر. هلا الفطر حتى لو كان كميته كثيرة، هلا مجرد ما ياخذ شوية حرارة رح تقل الكمية، يعني تصغر كميته كثير. كيف ما شايفين حباته كثير صغار من الفطر، كثير بنحبه نحن انا والولاد هيك كثير بتعطيه. بتنزل باقي الفطر وبرجع لكم. لهلا ما رشيت ملح ولا حطيت اي شيء، خليني يبرد وبعدين بحط عليه الملح. هلا رح بحط لهم شوية بودرة خضار مجففة. هلا رح ننزل عليها باقي الثوم عشان يعطي نكهة أقوى، ثوم كثير طيب بهاي الوصفة. أنا ما هديت تحت بغاز، أنا بدي إياها ما يكون عليها مي أبدا، إياها بس مطبخ الزيت. في بعض حبات بطاطا أخذت تشويحة، هلا ما اخبصها كثير لانه خليتها بهاي المرحلة هي نص استوى، رش عليها معلقة تقريبا معلقتين كزبرة صغار ناشفة كثير طيبة الكزبرة عليها، ومعلقة فليفلة ناعمة. ما بتفكر فليفلة ناعمة مشان ما تغير لي لونها، انا ما بدي اغير لونها. ورشة فلفل اسود كثير كثير بدقلها فلفل اسود كثير لدرجة هاي اكيد بدقلها فلفل اسود. والله فلفل بالاخر رشة صغيرة فلفل وزوشي كمان للمنظر. بقلبهم بقلبهم ما بدي اخبطهم.
هلا هيك صارت اموري كلها جاهزه، ملحوا ثومي بصلوا توابلوا سمكتهم الذره بطاطا عم تتقمر الشفره عم تستوى، وانا هيك بدي اياها جهز شو بدنا ناكل جنبه. فرجيكم ان شاء الله مرحله التقديم. هاي من اكثر الوصفات المفضله لي، شوفوا البطاطا كيف لساها مثل ما هي لاني عملتها بس بالزيت، ما نزلت يعني حتى مي، هي ما كان فيها مي لانه يعني البطاطا طالع مي، والفطر انا غسلته بكير وناشف مشان ما يطالع مي، حاططه بالوصفاي. ليكو كيف اخذ بعض الحبات، اخذي هيك قلي من الزيت كثير ظريف، حبينا جنبه يكون هيك خضار مشكلة مع شوية مخلل لبن. حبيت اقدم الوصفة بهذا الشكل، حبيت افرجيكم كيف نقدر نعمل الفطور، في كذا شكل بنعمل الفطور. هاي وصفة من الوصفات اللي انا بعملها، ان شاء الله رح نزل لكم وصفات ثانية اذا بتحبوا هيك وصفات تحضروها. والفطور اكل كثير مفيد خاصة مع البطاطا، يعني غنية عن التعريف. ومع المخلل انا حضرته بالقناة، ان شاء الله بنحط لكم الرابط بصندوق الوصف بتشوفوا كيف طريقة تحضير المخلل. لفت لانه خيار، ما عندنا خيار بهذا الشكل اقدر احضر مخلل خيار، اكيد ما راح يكون ظابط معي، فهون يعني ما في نوعيات هيك ظريفة، فبقدر احضر مخلل لفت حضرته. ان شاء الله بحط لكم رابط صندوق الوصف وتشوفوا وتطبقوا ان شاء الله بيعجبكم. فان شاء الله يا رب تنال اعجابكم على وصفاتي، ما بتعرفوها جربوها، ان شاء الله يا رب تجربوها. بنال الدعاء نحن والاهل بالرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.